وبتنسيق مع المديرية الإقليمية بعين اسماعيل المحمدي بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا والتي تأتي في ظروف استثنائية هذا الموسم، وهذه الظروف الصحية التي نتمنى لوطننا الكريم أن يتجاوزها وأن يبعد البلاء عن أطفالنا وأستاذاتنا وأطرنا التربوية، فالتصفيقات على جميع الحاضرين. أجدد الترحاب بالجمعيات المشاركة معنا في هذا الحفل، جمعيات زقوغة وكذلك الصحافة الوطنية الحاضرة بقوة هذا الصباح لتغطية هذا الحفل البهيج الذي يقدره جلة من تلميذات وتلاميذ المؤسسات التربوية الواقعة بمديرية عين اسماعيل المحمدي والتي تدخل في إطار حوض مدرسي لجماعة الممارسة المهنية التي نتمنى أن تكون فاتحة خير على هذا الإقليم العتيق. وخير ما نفتتح به هذه الأمسية آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطفل صلاح الدين فنان من الثانوية التأهيلية الإعدادية الساقية الحمراء، فليتقدم مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا. تبارك الله على هذا الصوت الملائكي الذي أخذنا إلى السماوات العلى